حشنا في نصيطرو ديال الحليب غادي نقص منه واحد الكاس صغير. غنحتاجو كذلك البسكوي اي نوع كتفضلوا. غادي نحتاجو جوج معالق كبار ديال النشا، سكر فاني باش غنسمو، وواحد الكاس ديال كريم شونتي غبره او لاموس اللي كان عندكم متوفر، ومعلقه كبيره ونص ديال السكر سنيده وقبيصه ديال الملح. كنديروا الحليب ديالنا في الكاسرونه وكنزيدوا عليه 7.5 غرام سكر منسم بالفانيلا. غادي نضيفوا عليه جوج معالق كبار من النشا او الكريم باتيسير اذا ما كانتش النشا موجوده. غادي نضيفوا جوج معالق كبار ممسوحين، ما عامرينش بزاف هذا القياس هذا حيت عندنا غير نصيطرو الحليب، ولا بغيتو ديروا اكثر كتضاعفوا المقادير. وغادي نضيفوا معلقه كبيره ونص ديال السكر سنيده حيت غادي نستعملوا الكريم بشونتي او لاموس كيكون فيها السكر، ما تكتروش من الكميه ديالو. غادي نزيد دابا معلقه كبيره ونص ديال السكر او لا غير معلقه كبيره وحده، وغادي نخفق بالطراب اليدوي فوق البوطه على نار متوسطه مع التحريك المستمر. ملي كيغلى الحليب كيبدا الخليط ديالنا كيعقد وكنطفيو عليه. كناخذوا داك الحليب كنخويو فواحد الطبيصيل كبير وكنغمسوا فيه القطع ديال البسكوي وكنحطوهم في المول، كنغمسوهم مزيان في داك الحليب باش كيجيونا متشربين الحليب، كيجيو بحال الجينواز من في التحت ديال المول. غادي ندير جوج ديال الطبقات حيت هاد البسكوي اللي استعملت بسكوي رقيق، الا استعملتو بسكوي غليظ كتكتفيو غير بطبقه واحده ديال البسكوي. غادي نخدم الطبقه الثانيه بنفس الطريقه، كنغمسها مزيان في الحليب حتى كتشربوا، عاد كنديرها فوق من الطبقه الاولى ديال البسكوي. الان غادي نضيف واحد شويه الملح على الكريم ديالي بعد ما كتوجد، كنحرك نخليها تدوب واحد شويه وكنطفي. غادي نخوي الكريم ديالي اللي وجدتها في واحد الاناء كبير وغنخليها تبرد حتى كتبرد مزيان ما تبقاش سخونه. عاد غادي نزيد عليها كاس من بودره الشونتي او لاموس ديال الفاني اللي كانت واجده عندكم. بعد ما كتبرد لي لاكريم غنزيد عليها دابا بودره لاموس ديال الفاني او البودره ديال الشونتي اللي كان عندكم. كنعبروا بالكاس، كناخذوا كاس تقريبا وكنضيفوا هذيك لاكريم اللي وجدت في الاول وغادي نطلعها. غادي نضيف دابا بودره الشونتي او لاموس الفاني على لاكريم ديالي اللي وجدتها بعد ما بردت، وغادي نجيب الخلاط الكهربائي غادي نخفق على سرعه اللي كتكون مرتفعه حتى كتولي عندي واحد لاكريم اللي كتكون بحال القشطه، وكيجي المذاق ديالها لذيذ كتنسم ما كتبقاش حيت درنا غير النشا مع الحليب والفاني. ملي كنضيفوا ليها الكريم بودره الشونتي او لاموس ديال الفاني كتزيد تنكه وكتعطي مذاق زوين. ما كانش عندكم كريم الشونتي كديروا واحد العلبه من الفلون كراميل، داك الياغورت اللي على شكل فلون كراميل حتى هو كيتواتى معاها. بعد ما طلعتها كيف كتشوفوا كتصبح عندي واحد الكريمه اللي هي عاقده وكتزيد تكتر، كيضاعف الحجم ديالها واحد شويه. كنهزها وكنخويها فوق من الطبقه ديال البسكويت اللي درنا في المول. غادي نبسطها فوق من البسكويت نقادها ونحطها في الثلاجه او في المجمد باش دغيا كتبرد ليا وكتماسك. كنجيبو هنايا واحد 50 غرام ديال الشكلاط الاسود من نوعيه جيده، كندوبوه وكنزيدو له واحد 4 كاس ديال الماء اللي كيكون غليان حتى كنحصل على واحد الصلصه ديال الشكلاط كيف كتشوفوا. غادي نهزها مني غتبرد غنبردها مزيان، مني غادي تبرد غادي نخويها فوق من هذيك لاكريم ديالي اللي درت فوق من البسكوي. مني كتبرد ليا هذيك لاكريم تبقات لاكريم اللي درنا وكتبرد ليا داك الشوكولا اللي ذوبته مع الماء غليان، غادي نديرو كطبقه اخيره فوق منها.
غادي ندخلو نقاد ليها الوجه ديالها، وغادي ندخلها للثلاجة او المجمد الا بغيتوها تبرد لكم دغيا. غنخليوها حتى كتشد راسها مزيان، وديك لا كريم كيمكن لينا نقطعوها بسهولة، وداك الشكل حتى هو كيجمد فوق منه. عاد كنخرجوها وكنزينوها على حسب الرغبة، اولا كنخليوها غير هكاك. انا غادي ندير فوق منها واحد شويه ديال البيسكوي، غادي نهرمشو كيبان بحال اللوز، وكنقدموها بالصحة والراحة. كيف كتشوفوا التحليه ديالي، كندير فوق منها شويه البيسكوي، ملي كتبرد وتشد راسها مزيان كنقطعوها. بعد ما بردت وشدت راسها كيف كتشوفوا معايا، كتجي الكريمه متماسكه، وديك الطبقه ديال البيسكوي من التحت كتجي بحال الا درنا الجينواز من التحت. المذاق تيجي بنين. درنا نسمناها بهذيك الكريم شونتي او لاموس ديال الفاني، كتجي هائله. وكيف قلت لكم لما كانوش كيمقال لكم تعوضوهم غير بهذوك العلب ديال الفلون كراميل، هذاك الياغورت اللي على شكل فلون كراميل حتى هو كينسمها لينا. كنتمنى الفيديو ديالي ممكن يعجبكم وتجربوها. ما تنساوش تشاركوها مع الاصحاب والاقارب ديالكم، وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد.